نرجع تاني مع الأستاذ فتحي سند ونروح بقى للتعليق على بعض التصريحات. تمام. نبتدي أول واحد. دافن. طيب. تعليق على الكلام ده؟ اه. عيب ولا يليق من بروفيسير. اللي بعده. لم يقنعني مهاجمو الاهلي حتى الان. يبقى العيب فيك يا كابتن كولر. العيب فيك. لم يقنعني. اولا تصريحك ده من وجهه نظري يعني ما دابه في الاوضه. ما يطلعش على الشاشه، واذا كان عيب فيبقى العيب في حضرتك. اللي بعده. تكي جونياس بعد هزيمته من الاهلي الافضل ان يفوز، لا يفوز الافضل دائما. الافضل لا يفوز دائما. يا اما الراجل ده يعني بيستعبطنا مثلا، او ان احنا يعني لازم نصدق كلامه. أوه. انا شايف ان ده ودي الكلمه بتاعتي يعني مكتوبه باسمي. أوه. باختصار هذا هو كلام الهجايس فعلا ولا مؤاخذه. اللي بعده. احنا متكتفين في المصري بسبب عدم وجود صفقات. يا سيدي ربنا يفك تكتفتك، بس يا رب يعني وانت بتقول هذا الكلام يا كابتن ابراهيم تقول لنا مين اللي مكتفك؟ آه. قول لنا مين اللي مكتفك؟